بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، على بركة من الله وحفظه أعلنت انطلاقتي وتحديات شوطنا الخامس الخاص لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ شوط الجذاع من هذه المسافة، من مسافة 6 كيلومتر. أبدأ مع صدارة ومقدمة الأسماء لكي يتابع الحاضرة على المركز الأول. هنا الدفنة لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا الدفنة على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القدوم والانطلاقة مع كرارة. هنا الحاضرة والمتواجدة أو هنا القادمة خيال لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يقدم لنا انطلاقة وتحديات خيال على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الحضور والانطلاقة في هذه اللحظات. شف هي الحاضرة والمتواجدة لهجن أم الزبار بمتابعة محمد بن بخيت بن برقان من يقدم لنا انطلاقة شف على ثالث الأسماء. الدور دور المركز الرابع لأتابع الحضور والتواجد من قبل طماعة لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران من يقدم ويتابع لنا انطلاقة طماعة على مستوى المركز الرابع. ولكن شوف التسلل والدخول من قبل الشبلة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل من يغير في هذه اللحظات لتتسلل الشبلة إلى المركز الرابع. المركز السادس أتابع الحضور والتواجد من قبل ضما لهجن أم الزبار يتابع لنا انطلاقة ضما ويقدمها زيد بن محسن بن علي بن انديلة من يتابع لنا هذه الانطلاقة، بينما المركز السابع أتابع الحضور والتواجد مع عبير لهجن الشحانية سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة وتحديات عبير على مستوى المركز السابع. المركز الثامن أجد هنا زمرة لهجن الشحانية قادمة وحاضرة بانطلاقتها وسالم بن فاران المري من يتابع لنا انطلاقة زمرة على المركز الثامن. المركز التاسع أجد الحضور أجد القدوم في هذه اللحظات مع المركز التاسع ترف لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يقدم لنا انطلاقة ترف على المركز التاسع. عاشرا أتابع وأراقب الحضور من قبل مسيكة لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من يتابع لنا مسيكة وتحدياتها على المركز العاشر. هكذا إذن هي النتيجة للمراكز العشر المتقدمين والقادمين من أجل الانتصار. أتممنا على مسامعكم مشاهدين الكرام هذا النداء الأول لنتحول ونعود إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الأسماء حيث تحضر هنا خيال 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 لهجن الشحانية حاضرة بها هذا الشعار ومنطلقة بقيادة محمد بن خالد العطية من يقدم ويراقب لنا خيال على مستوى صدارة الشوط ومقدمة الأسماء. المركز الثاني أتابع الدفنة هي الواصلة، الدفنة هي الحاضرة والمتواجدة على ثاني المراكز هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من
أن يقدم لنا الدفنة وحضورها وتواجدها على ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث أتابع الحضور مع شف الواضحة والمتواجدة على المركز الثالث، هجني أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان، من يقدم لنا شف على المركز الثالث. المركز الرابع الله الواصلة عبير يا عبير، هنا تنطلق في هذه اللحظات لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، من يتابع لنا هذه الانطلاقة، انطلاقة عبير، ولكن اللي غيرت على حساب عبير هنا القادمة والمتواجدة زمرة لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يقدم لنا زمرة على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الحضور والقدوم مع مسيكة لهجن الشحانية، هنا جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم المركز السادس. أتابع الحضور والقدوم في هذه اللحظات من قبل ضمى لهجن أم الزبار وزيد بن محسن بن انديلة، من يقدم لنا ضمى المركز السابع. أتابع الحضور مع ترف لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، بينما المركز الثامن أتابع القادمة قبة لهجن أم الزبار وزيد بن محسن بن انديلة، من يقدم لنا قبة على المركز الثامن. المركز التاسع القدوم مع الذهبية التي تصل في هذه اللحظات لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يتابع لنا الذهبية. المركز العاشر مريفة على المركز العاشر هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، لنا عودة إلى خيال 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 خيال، هنا تنطلق في هذه اللحظات بخيالها الواسعة بانطلاقة هذا الشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، والكيلومتر الأخير الكيلومتر الكبير والمثير القادمة في هذه اللحظات. امسيك امسيك امسيك، من وصلت في هذه اللحظات وغيرت، ولكن القادمة في هذه اللحظات ومن وصلت، يا سلام اللي غيرت، يا سلام يا سلام، زمرة هي القادمة والحاضرة المتواجدة زمرة، من غيرت في هذه اللحظات بانطلاقة شعار هجن الشحانية وبمتابعة سالم بن فاران المري، من يتابع لنا زمرة وتحدياتها على المركز الأول. المركز الثاني الذهيبة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، من يتابع الذهيبة. المركز الثالث القدوم والحضور مع مزايا لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، ولكن لنا عودة إلى زمرة مع المركز الأول. سلام يا زمرة، سلام سلام لهذا الشعار الأدعم الكبير الذي يقدم واحدة من هذه النجوم التي يمتلكها زمرة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. المركز الثاني الذهيبة لهجن الشحانية سالم بن فاران المري. المركز الثالث مزايا لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. المركز الرابع كان الحضور مع مريفة لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. المركز الخامس كان الحضور مع خيال لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. إذا تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وإلى من قدم لنا زمرة سالم بن فاران المري على هذا الحضور والتواجد الكبير والغير مستغرب مع هذه الانطلاقات. التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:28 و9 من الثواني. الذهيبة من جاءت على المركز الثاني لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، 9:29 46
جزءا من الثواني بينما جاءت على المركز الثالث. المركز الثالث مزايا لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، من قدم لنا مزايا 9 دقائق 33 ثانية و77 جزءا من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم.